أهلا وسهلا بكم مجددا أحبتي طلبة الصف الثامن. في الوحدة الأولى حول دائرة مستديرة، سنتناول خلال هذا الأسبوع عدة محاور. وفي بداية أسبوع جديد مملوء بالتفاؤل والأمل، أسأل نفسي ماذا سأتناول خلال الأسبوع؟ هل سأتناول درساً في القواعد أم كتيب اللغة والأدب أم أنني سأذهب لكتاب اللغة العربية للنص فالنتينا تيريشكوفا؟ خلال هذا المقطع سوف نتحدث عن أهم المحاور التي سنغطيها خلال هذا الأسبوع. سننتقل إلى الوحدة الثانية للصف الثامن بعنوان في قصص الشعوب. سوف نتناول فيها فن القصة القصيرة، وسوف نتحدث عن القصة القصيرة بالمجمل، وأنها عمل أدبي يصور حادثة من حوادث الحياة أو عدة حوادث مترابطة. يتعمق فيها القاص في تقصيها والنظر إليها من جوانب متعددة ليكسبها قيمة إنسانية خاصة مع الارتباط بزمانها ومكانها وتسلسل الفكرة فيها. سيكون هناك عناصر أو خصائص للقصة القصيرة، بما في ذلك الوحدة، المقصود بها أن تتضمن فكرة واحدة أو حدثا واحدا وشخصية أساسية، إضافة لواحد أو لهدف واحد، بهدف أن يصب الكاتب جميع إبداعاته في هدف واحد. ثانياً التكثيف، أي التوجه بشكل مباشر إلى هدف القصة ومبتغاها من خلال أول كلمة فيها. والدراما، وهي وجود مزيج من الحرارة والحيوية في القصة حتى لو كانت خالية من الصراعات الخارجية. وعلينا أن نتأكد أن هناك ما يسمى بعناصر القصة كالزمان والشخصيات والمكان والعقدة والحل. سنسمع بداية لقصيدة فلسطين للشاعر علي محمود طه، وسوف يقوم الطلبة بترديد القصيدة والتعرف إلى الشاعر. يروى أنه شاعر مصري، وهو من شعراء الرومانسية العربية إلى جانب جبران خليل جبران وغيره، وقد كان من أعلام الشعر العربي المعاصر، وأطلق على الشارع الذي يقع فيه البيت اسم شارعنا الكبير، ولا يزال البيت على حاله حتى اليوم. وبكل تأكيد هو التحق بمدرسة الفنون التطبيقية في القاهرة ودرس فيها الهندسة وغيرها، وعين آخر الأمر وكيلا لدار الكتب ليتفرغ للشعر والإبداع، وكان الأدب يستهويه على الرغم من ضعفه في اللغة العربية. سنكمل ونتابع تفسير معاني مفردات القصيدة بالإضافة لحل الأسئلة المقررة بداخل الملزمة الخاصة بالطالب كتيب اللغة والأدب، الوحدة الثانية في قصص الشعوب، الدرس الخاص بقصيدة فلسطين. ثم سوف ننتقل لحصة البحث والتعبير الكتابي، سيكون عبارة عن مهمة تدريبية. بعد دراسة قصة تور والرياحين، عليك أن تكتب خاطرة تلخص فيها القصة مستشهداً بأبيات شعرية درستها ووظفتها، أو عليك القيام بالبحث عبر الشبكة العنكبوتية عن قصة تطرح قضية وطنية، ثم ستقوم بتلخيصها موثقاً المصدر الذي ستعود إليه، رابطاً ذلك بالسياق العالمي للوحدة. وهكذا عزيزي الطالب، نكون قد أنهينا الأسبوع بما يحويه من مادة في القواعد حول الفعل المضارع، ثم الانتقال
إلى كتيب اللغة والأدب، فن المناظرة، نص مناظرة بين العالم والشاعر. أسبوعاً سعيداً وموفقاً أتمناه لكم. إلى اللقاء.